ان شاء الله تكوني جايتي لي خبر عن الشخص يلي عطيتك اسمه. للاسف ما قدرت اعرف شيء عن الشخص اللي قلتي لي عنه، بس ما تخافي الموضوع لساته ببالي ماني نسيانته. هلا طمنيني ان شاء الله النموذج اللي اخذتيه لجناب الكولونيل عجبه. يا شيخ، حتى انه طلب مني اتشكرك. الحمد لله. بصراحه انا جاي لعند جنابك بموضوع بتمنى ما ترديني خايبه. ولو انسه كاميليا، في جماعه كتير عزيزين علي، كتير كتير في لهم موقوف عند جناب الكولونيل اخوكي. اولاده المساكين ناطف قلبهم على ما يشوفوه يطمنوا عليه. يعني من بعد اذنك بركي بتحكي مع جناب الكولونيل يامن لهم زياره. وحياه العذراء قطعوا لي قلبي من كتر ما بكيوا. حرام، يعني اعتبري الموضوع لي خاص لي، وانا بعمري ما رح انسى لك هالمعروف ابدا ابدا. اي والله والله انك بنت اصل يا ست ماري. اي لك بنت الشعب. نتنك يا باس ماري، اعتبري الموضوع منتهي، وانا ليلة بخبره لفرنسا. كتر خيرك يا آنسة كاميليا، كتر ألف خيرك. بس ممكن أعرف اسم الموقوف؟ إيه، اسمه مكتوب هون على الورقة اللي رح أعطيك إياه. تفضلي. مرسي. داكور، اليوم بخبر فرانس مثل ما وعدتك، وإن شاء الله بيكون الرد بالموافقة إن شاء الله. شكراً كتير آنسة كاميليا، شكراً. يوه، منو هاد؟ يا رب تتلطف فيها الرجال. إلهي وسيدي ومولاي يحنن قلبك يا كاميليا يا خالو. إلهي